الآن في بوثة طايبة الأمل متجر لما، وهذه المنتجات موجودة عندنا. من أي مدينة المنتجات هذه؟ إيش عرفينا بالأشياء هذه اللي شايفينها قدامنا؟ أيوه، معطر شغلنا طبعا، عندنا معطرات خاصة بالمفارش والجو، معمول ملكي، ونوعين من العود المسدد. وإيش العروض اللي حتقدموها في معرض نكشات؟ عاملين عروض خاصة بنكشات فقط، يعني بعد البازار بعد المعرض ترجع الأسعار. طيب، الله يديكم العافية.